عامر حسين رئيس مسابقة مساء الخير يا فندم. يا خير يا كابتن سيف، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. مش هتفتح التليفون عشان الشعب المصري يقدر يكلمك؟ ما انا بكلم حضرتك اهو يا حاج عامر، ده انا بقالي يومين بكلم حضرتك التليفون مقفول، بس كل المشاهير كده. يبقى في نمرة تانية بقى اكيد كده. في نمرة تانية ليا انا؟ يبقى انا مسجل نمرة واحدة بس. هي والله هي اكيد الواحدة مش دي. هي. لا حبيبي يا حاج عامر، ربنا يوفقك ان شاء الله ويكرمك ودايما من نجاح لنجاح، ودور كبير الحقيقه الله الموسم يخليك. ده، ومن اول الناس اللي اتحاد الكوره يعني بيجدد فيهم الثقه، والمكنه على طول شغاله ودايما بتدي الحقيقه للكوره في صمت بشكل كبير يعني. الله يخليك بشكل جدا كلامك ده. حاج عامر، يعني الحقيقه السنه دي الوضع مختلف، حضرتك على طول بتنزل بالجدول، حضرتك على طول بتنزل بالملاعب، بتحدد الدور الاول على طول، هتلعب خميس وجمعه وسبت، الدنيا ايه؟ والله هو الجدول انا نزلته وقت المرحله 30، سبت اخر 4 مراحل بس علشان خاطر هيبقوا في رمضان، فنبقى عارفين مين الفرق المنافسه وقتها ومين المهدد بالهبوط عشان يلعبوا في توقيت واحد، لان احنا في رمضان ما بيبقاش عندنا فرصه على 3 توقيتات في اليوم. فسبتها لغايه ما الامور تبان في اخر 4 مراحل، ان انا حددت ال 30 مرحله بمواعيد معسكرات المنتخب طبقا للاتفاق بيني وبين المستر الكبر والجهاز الفني والاداري وخصوصا مع ايهاب لهيطه. يعني كل الامور متحدده، هتفتح احتمالات كثيره لموقف نادي الزمالك ومشواره اللي نتمنى له التوفيق ان شاء الله. يعني كل الامور متحدده في الجدول ان شاء الله. سلمت الجدول من 6 ايام تقريبا لاتحاد الكوره، لان كان في فكره المهندس هاني ان هو عايز يعلنه في مكان معين او يسوقه. انما لما تم التاخير لغايه النهارده اضطريت ان انا اعلن مرحله واحده بس عشان خاطر الانديه عايزه تعرف اللي هيسافر وكل واحد توقيتاته ايه، ان في ناس رايحه اسوان زي الداخليه وامبي، وفي ناس عايزه تعجل الفنادق. فاعلنت النهارده المرحله الاولى فقط، لغايه يوم السبت ان شاء الله نتمنى ان الاتحاد الكوره يعلن الجدول كامل ان شاء الله. هو الاسماعيلي والاهلي ان شاء الله في ميعاده يا حاج عامر. يوم السبت ان شاء الله 17 الساعة 9 إن شاء الله في بترو سبورت. الساعة 9 في بترو سبورت. لأن يعني عندنا في اليوم دوت عندنا الاتحاد والمقاولين الساعة 3 إن شاء الله في استاد الجيش برج العرب. ونفس الملعب طلائع الجيش والمصري الساعة 6، المباراتين ورا بعض. معلش تاني يعني حضرتك هتلعب كام مباراة في اليوم يا حاج عامر؟ يعني يوم أول مرحلة يوم الخميس في مباراتين. أسوان والداخلية الساعة 5، بعدين النصر للتعدين وإنبي في نفس الملعب الساعة 9. الساعة 9؟ في 9 عشان يبقى في فرصة بين المباراتين. احنا برضو كان المهندس يعني في فكره واتحاد الكورة يبقى بنخفف على الأمن، ما دام في ناس بتلعب في ملعب واحد خلينا المباراتين بدل ما التحرقات والعربيات بتاعت الأمن والشرطة، توفيرا لهم يبقى نلعب مباراتين في نفس المكان. يعني حضرتك هتبقى حضرتك هتسيب ساعتين في النص ما بين المباراه. يعني انا سيبها عشان استاد الجيش ببرج العرب بيبقى عنده فرصه اكتر، لان احنا عملنا فيها دورات مجمعه قبل كده، فعنده 4 غرف وعنده غرفتين للحكام، مهيئ تماما ان ممكن يبقى الفرق بس ساعه بين المباراتين. يعني احنا ماتش الاتحاد والمقاولين الساعه 3، الجيش والمصري الساعه 6، فده بتوع الاحماء وترتيب الملعب. انما اسوان خلت المساحه تبقى اكبر بين المباراتين عن المباراه بتاعت الجيش اللي هي برج العرب. لكن والاهلي والزمالك، الاهلي هيبقى في يوم والزمالك في يوم، ولا حضرتك هتضمهم الاثنين على بعض برضه؟ لا، التوقيتات معينه بس اللي احنا مضغوطين فيها، لما يكون في تجمعات منتخب او قبل تجمع منتخب ده بيبقى في يوم واحد، وده بيبقى في اوقات قليله جدا، انما في الطبيعي ان كل نادي بيبقى فيهم فيه، خاصه لما يبقوا في القاهره ما ينفعش ان هم يلعبوا في يوم واحد لان دي تعليمات امنيه. ولما يبقوا في القاهره برضو اي نادي منهم ما فيش نادي تاني بيلعب معاهم، يعني مش هم كمان لوحدهم، لا ما فيش كمان نادي. يعني حضرتك في الايام العاديه حضرتك ممكن تلعب 3 لقاءات؟ ده الطبيعي ان انا بلعب 3 لقاءات، ده المبدا الطبيعي، وممكن 4 كمان. يعني أول مرحلة إحنا عندنا 4 في يوم واحد.
اربع ماتشات في يوم واحد. يوم السبت ان شاء الله. يعني عندنا الاتحاد المقاولين الساعه 3، وعندنا المقاصة وطنطا الساعه 5 في يوم. وعندنا طلائع الجيش والمصري الساعه 6، والاهلي والاسماعيلي 9. ويمكن اضطريت اعمل كده لان دايما سايب قبل المباراه بتاعت الاهلي والزمالك ساعه للاعلانات والاستديوهات قبل المباراه. سلام عليك يا حاج عامر، سلام عليك. لان طبعا لازم نراعي ظروف الناس كلها وظروف الاعلانات والتسويق، لان خلاص هي دي بقت الكوره، التسويق هو بقى الكوره. فلازم ندي فرصه للناس كلها ان ما حدش يتضر يعني. طب حضرتك الملاعب دي اخدت موافقات امن يا حاج عامر؟ والله شفويا الكابتن ثروت قال لي ما فيش مشاكل، خاصه ان الملاعب دي كلها احنا لعبنا فيها السنه اللي فاتت. ما كانش فيها مشاكل خالص. فبعتنا للامن النهارده الجدول، كل واحد في المديريه بتاعته، مديريه الامن بتاعته ووزاره الداخليه. وانما احنا ماشيين على نفس الملاعب اللي هي كانت واخده موافقات السنه اللي فاتت. وكان طبعا المهندس هاني قال ان الامين العام الامانه العامه يعني ايه في تعاون كامل بينهم، وفي موافقات هتبقى للجدول كله، مش زي كل مباراه كل مباراه بمباراتها زي السنه اللي فاتت يعني السنين اللي فاتت. وده طبعا يبقى اريح لنا، يبقى الاعتماد الجدول مره واحده عشان كنا بنقعد على اعصابنا قبل كل مباراه. شايف حضرتك ان اكبر فتره توقف قبل كاس الامم هتبقى بقد ايه؟ 45 يوم؟ لا والله اتفاق مع الجهاز، لان طبعا الجهاز الفني الحقيقه واقعي جدا وناس متفاهمه، هم عارفين ان اللعيبه الدوليين لو بدا قبلها بمده طويله مش هيقدروا يجيبوا اللعيبه المحترفين في الخارج. فبالتالي مش هيبقى له لازمه المعسكر الطويل ومن غير اللعيبه ديت. فاحنا اتفقنا على يبقى من يوم 1 ليوم 5 فبراير. التوقف يعني من 1 ل 5 بس؟ من 1 يناير ل 5 فبراير. ده هي نهائي البطوله يوم 5. نهايه البطوله. وحضرتك هو هيقف قبليها بقد ايه بقى؟ ما هو ده الوقف، لان البطوله تبدا يوم 14. يعني هو هياخد 14 يوم قبل البطوله من 1 ل 14. تمام. ده اعتقد فتره كويسه، من 1 ل 5 يعني شهر وخمس ايام. طبعا يعني هي فتره كويسه جدا، عنده 14 يوم. كان قبل كده كنا بناخد اكتر من كده، بس كانت اللعيبه كلها ما كانش فيه محترفين كتير بيتم الاعتماد عليهم ايام الكابتن حسن شحاته، فكان بياخد ممكن 25 يوم لشهر قبل البطوله نفسها لما تبدا. البطوله كانت تاخد شهر، فكنا بنقعد شهرين قبل كده كابتن سيف. انما دلوقتي مع عدد الكبير اللي موجود بره، هنلاقي في 7 أو 8 هيعتمد عليهم في السفريه، بالتالي ان هو لقى ان الفايده هتبقى قليله من التجمع اكتر من كده من غير اللعيبه دي. يعني الظروف اختلفت، فهياخد من يوم 1 يناير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا ان شاء الله يكرمك. الاهلي والمصري هتلاقي فين يا حاج عامر؟ لا المباراتين مع المصري اختار برج العرب. استاد الجيش برج العرب بكل مبارياته. وبالتالي والسنه اللي فاتت برضه لعبوا المباراتين هناك. الناديين بيرتاحوا للملعب دوت في مبارياتهم، فما فيش مشكله ان برضه الاثنين هيلعبوا ان شاء الله في استاد الجيش برج العرب. ونهايه الدوري شهر كام يا حاج عامر؟ ان شاء الله لو مشينا طبيعي بدون اي مؤجلات يبقى في شهر 6 ان شاء الله. شهر 6 الجاي. والاهلي والزمالك في الدور الاول؟ الاهلي والزمالك، ما انا مش عايز بقى احرق الجدول طبقا للاتفاق اللي بيني وبين اتحاد الكوره. مش عايز احرق مواعيد كامله غير المرحله الاولى. لغايه ما اشوف الجدول اتحاد الكوره. ماتش السوبر يا حاج عامر امتى؟ ان شاء الله بعد الامم الافريقيه ان شاء الله، قبل بدايه الدور الثاني. قبل بدايه الدور الثاني. تمام. اتمنى لك التوفيق يا حاج عامر ان شاء الله. الله يخليك يا حاج. بشكرك شكرا جزيلا، دايما تعبين حضرتك معلش. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، واعتقد ان